بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لنأخذ من وقتكم دقيقة واحدة بقراءة سورة الفاتحة لشهدائنا الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم على الله الصمد. السلام على الشهداء، السلام على الرموز المغيبون خلف السجون وخلف قبضان الحديد. السلام عليكم أيها الشعب الصامد، أيها الشعب الأبي. في كل مرة نحتفل فيها بتأبين الشهداء بلا شك بأننا نحاول أن نرتقي لصف ما طمح إليه هؤلاء الشهداء. شهداؤنا هم مشعل حريتنا، شهداؤنا هم الأمل الذي نعقد به عملنا لنصل لنصر مؤزر من عند الله سبحانه وتعالى. الشهداء لهم مكرمة خاصة من الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا نحن جميعا أن نقوم بهذا الدور، وهو إكرام هؤلاء الشهداء والاهتمام بما قدموا من عطاء ليبقون مخلدون. أمة لا تحيي ذكرى شهداؤها، شهداؤها أمة ميتة. ولكننا هذا الشعب العظيم سيبقى يخلد ذكر هؤلاء الشهداء من خلال السنتين الماضيتين. سقط في حراكنا السلمي الكثير من الشهداء، وبدأ الأمر يتصاعد حتى وصل إلى هذا العدد، وهو ما يتجاوز 150 شهيدا. إنه شيء مؤلم أن نكون في هذه الجزيرة الصغيرة وهذا الوطن الصغير ويسقط لدينا هذا العدد المهول. مقارنة بدول كبيرة يبقى العدد كبيرا. سأطرح ثلاثة أمور في هذه الكلمة. الأمر الأول يتعلق بعوائل الشهداء. نحن كرابطة، وهي قيد التأسيس، نحاول بكل جد أن نجمع صفوف هذه العوائل وأن نوحد من جهود هذه العوائل. بلا شك هذا العمل هو مضني، ولكن نحن نكون سعداء عندما نقدم هذا العطاء لأسر فقدت فلذات أكبادهم، ومن يعيل هذه الأسر، ومنهم من فقد حرائر، ومنهم من فقد الشباب، ومنهم من فقد الأطفال. بلا شك بأننا جميعا في هذه الرابطة نحاول بقدر استطاعتنا أن نلملم من صفوف هذه الأسر. وأنا بدوري كممثل عن هذه الرابطة أدعو كل عوائل الشهداء بأن يلتفوا حول بعضهم البعض،
وأن يتماسكوا كثيرا وأن لا يفوتوا الفرص ويدخلون في متاهات النقاشات العقيمة التي تبعدنا عن الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الرابطة. نعم، مسيرتكم طويلة، مسيرتكم لا تتوقف، إن بدأ حوار أو انتهى حوار أنتم مستمرون ومؤسستكم مستمرة لا تتوقف أبدا. كل المؤسسات التي أنشئت من خلال ما يتعرض له هذا الشعب وفي خلال طيلة هذه الفترة من الحراك ربما تنتهي، وبلا شك حتما ستنتهي، وستبقى مؤسسة هذه الرابطة رابطة عوائل الشهداء. الشهيد لا يعود، ويجب علينا الاستمرار في حفظ حق هذا الشهيد. كونوا دعاة للوحدة، وهذا هو المطلوب كرابطة عوائل الشهداء. أنا أدعوكم، كونوا دعاة للوحدة، كونوا دعاة للسلم، كونوا دعاة للمحبة الصادقة، كونوا دعاة للألفة. هذا هو دوركم وهذا هو عطاؤكم، وأن لا يكون تنازل عن حقكم. أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى بدوركم بما ينوط من فقدكم لأبنائكم. أنتم تكملون هذا الدور وتكملون هذا العطاء، هذا العطاء الذي يجب أن لا ينقطع. عندما نهتم بشهداؤنا يعطينا قوة بأننا نثبت وجودنا من خلال هذه الرابطة بأننا لازلنا بخير ولازلنا نقدر عطاء شهداؤنا الأبرار. الأمر الثاني فيما يتعلق بشعبنا الصامد، هذا الشعب الوفي المخلص، هذا الشعب المعطاء، بدت في الأيام الأخيرة ما يقلق نفوسنا، وهو هذا الجدل الذي بدأنا نتداوله وكأننا سنضع النقاط على الحروف، بينما نحن بهذا النقاش وبهذا الجدل يبعث فينا التفرقة، ويبعث فينا الضعف، ويبعث فينا الخلل. هناك كثير من الأشخاص يتحدثون بما لا يفقهون. أنت تتحدث، يجب أن يكون هناك هدف تتحدث من حوله وتعلم وتفقه بمعنى هذا الهدف. يجب أن لا يكون الحديث هو إحباط لهمة الآخرين وهمة الرجال الذين بدأوا ولا زال عطاءهم مستمراً في أن يضعوا لبنة الانتصار. ربما يكون هناك من الأشخاص من يدخل في نقاش عميق أو عقيم وهو لا يشارك في فعالية واحدة ويناقشك في كثير من الأمور، وهذه من المفارقات الغريبة والعجيبة التي نمر بها وخاصة في هذه الأيام. شعبنا العزيز، أيها الشعب البطل، أيها الشعب المسالم، أيها الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه مطالباً بالحق ومطالباً بديمقراطية هذا الشعب، لا تنزلقوا هذا الانزلاق أرجوكم، بل كونوا متحدين، كونوا عصبة لترهبوا هذا العدو وهذا النظام
فتفرقكم هذا التفرق الذي يمزق من وحدتكم يعصف بهذا الحراك، وإن عصف بهذا الحراك لا تقوم لنا قائمة. لهذا نحن نضع أيدينا على قلوبنا. طبعاً كلامي هذا ربما لا يبعث فيكم اليأس أبداً، نحن على ثقة، ولكن نحن نحاول أن نتجاوز هذا النقاش وهذا الجدل ليبقى الهدف، نحاول أن نركز على الهدف، نحاول أن لا نشتت فكرنا في نقاش بعيد عن الهدف الذي خرجنا من أجله. كيف وكم ومتى؟ أبداً، بل اشعروا دائماً وأبداً بأن نصركم قريب. النصر إخواني لا يتحقق بأننا زوال هذا النظام أو لم يزول هذا النظام، هذا ليس نصراً. النصر في وحدتنا، إن اتحدنا انتصرنا، وإن تفرقنا وفرقتنا الكلمة انتهينا. يجب أن ننتصر على أنفسنا في البداية، وإن انتصرنا على أنفسنا أصبح عدونا صغير أمامنا، وبإذن الله ننتصر عليه. النقطة الثالثة سأدخل فيها ويسمح لي الجميع، وهو ما يتعلق بالحوار. نعم، نحن ثقتنا كبيرة في جمعياتنا السياسية، هذه الجمعيات التي تحركت من اليوم الأول ولا زالت توثق ولا زالت في مراسلات ولا زال في عهدتها الكثير. هذه الجمعيات أتمنى أن لا يكون هناك تشكيك، نحن لا نشكك في جمعيات أو لا يبتغي لنا أن نشكك في جمعيات. عندما تشكك في جمعيات تشكك في أشخاص، وهؤلاء الأشخاص عطاءهم مستمر ولهم دور رئيسي ومعروفين، هم بموجب المعطيات التي لديهم ربما يرتؤون مرأى يختلف عما نبتغيه نحن، وهذا متروك لهم. ربما هم يرون أمورا نحن لا نراها، وربما هما يتماشون في خط سياسي نحن لا نعرف. نحن عن أنفسنا في رابطة لا نتدخل في هذه الأمور أبدا، فليتحاوروا إن كان النظام صادقا، ولكن شيمة هذا النظام الغدر. ونحن في هذه الرابطة لا نتدخل في الأمور بقدر ما تكون لنا كلمة، وهذه الكلمة هو حقنا في القصاص. نعم، تحاور إن شئت أن تتحاور تحاور. أنت ترى بأن هذا النظام ربما يصطلح، ونحن نرى بأنه لن يصطلح أبدا. وما هذه المحاولات إلا محاولات لكسب الوقت فقط. نحترمكم ونجلكم وستبقون رموزا شامخين، وأعتقد بأنه لن تفوتكم ما نتقدم به من طلب، وهو القصاص ممن قتل أبنائنا وممن اعتدى على هذه الأنفس الطاهرة. حاوروهم، ليس هناك مانع من محاورتهم، ولكن فلتبتدوا بالكلمة الحقة، بكلمة العدل الإلهي، وستجدون إن كان النظام صادقا أم كان كاذبا. من يريد تطبيق الديمقراطية والعدالة فليبتدي بموضوع القصاص.